سارة البطوطي هي مؤسسة ورئيسة شركة إيكو كونسلت المعنية بتقديم الاستشارات. باشمهندسة، ما الربط الذي يمكن أن يقدم لغير المتخصصين ربما بين المبادرة التنموية وبين تقليل معدلات الفقر؟ لماذا هناك مبادرات تنموية تقدم يعني أن نسبة الفقر تقل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس والسادة الحضور، الربط ده مهم جدا. احنا السنة دي كنا موجودين، يعني أنا هقول لحضرتك مثل، السنة دي كنا موجودين في COP26، وأحد أهم المواضيع اللي كانوا بيتكلموا فيها كانت القرية الذكية مش المدينة الذكية. المدينة الذكية احنا عارفينها واحنا شغالين عليها، كانوا بيتكلموا على القرى الريفية الذكية. أحد الحاجات المهمة جدا إن تبقى الدولة والقطاعات المختلفة بيفكروا في التنبؤ من المشاكل اللي ممكن تحصل، واحنا عارفين إن احنا عندنا يعني مشكلة تغيير المناخ. في مشروع احنا شغالين عليه ده مهم جدا بشراكة مع وزارة التخطيط، وكنا مبسوطين جدا، يعني انا كنت مبسوطة في COP26 ان الموضوع ده كان بيطرح اكنه حاجة اكتشاف جديد، فكرة القرية الذكية، القرية الخضراء، القرية اللي فيها مجموعة من الارشادات البسيطة تستهدف ربة المنزل. يعني في ربط، وفخامة الرئيس اشار الى قضية تغيير المناخ وحياة كريمة. فاحنا ازاي نقرب القضيتين دول؟ ان احنا لازم يبقى عندنا مجموعة من الارشادات بتفكر ازاي استهلاك الكهرباء والمية، استهلاك التقنيات تبقى شبهنا، تبقى شبه الناس اللي هتستخدمها. واي حد في القطاع الخاص هيقول لحضرتك ان لو المنتج صعب الاستخدام او الاستفادة فيه مش ملموسة وسريعة يبقى مش منتج ذكي. فالفكرة كلها إن الفرص اللي عندنا في حياة كريمة إن إحنا نربط بين المؤشرات دي، نربط الاحتياجات، التنبؤ، الوقاية، تغيير المناخ هيأثر إزاي على المنزل، ونقدم، الدولة تقدم حلول بسيطة جداً تنزل على مستوى المنزل وتبقى محلية زي ما أشارت السيدة ألينا بينوفا، تبقى الحلول منا وفينا. دي بتبقى حاجة كويسة جداً، وأعتقد إن بتبقى ربط ومشاركة والناس كتير تقدر تبقى بتتواجد على مستويات مختلفة، خصوصا القطاع الخاص وخصوصا على مستوى القرية والمدينة والمنزل والمبنى للأسرة اللي ساكنة فيه. فده أحد المشاريع اللي احنا يعني بنفكر فيها ازاي تربطكو على المستوى المختلف. شكرا جزيلا لحضرتك باشمهندسة سارة البطوطي على هذا العرض.